البنت الحلوه دي بتعمل طعميه بطاطس صح؟ ايوه اسمها ساره. نقعد معاك شويه؟ فين الطعميه؟ ايوه قراصي بقى واعملها. طب لسه شويه على البطاطس ده يا ساره. انا بعملها نص سوا عشان لما حد يجي لي بحيث انا انزلها تاخد السوا بتاعتها. شاطره مين اللي علمك كده؟ اه دلوقتي كده لما يجي حد ياخد نزلها له تاني وتطلع بقى حمرا سخنه. اه عشان تبقى سخنه. اه حلو قوي. انت صغيره قوي يا ساره. ومعايا ادهم ومحمد. ما شاء الله. انت متعلمه حاجه؟ لا. اه ولادك عندهم كام سنه؟ عندي اتنين ورا حضرتك. وجوزك فين؟ جوزي في السجن. في السجن؟ كويس. جوزك كان بيشتغل ايه؟ خراط سلستين. خراط سلستين؟ ده مهنة حلوة. وبعدين؟ حبس مخدرات. مخدرات؟ قفشوه معاه مخدرات؟ بيشرب ولا بيتاجر؟ الاثنين. يا دي النيلة، وأنت كنت عارفة؟ أنا لأ. انت عارفه انه بيشرب بس طبعا. انما ما تعرفش انه كان بيتاجر. لا. وخد كام سنه؟ خمسه. خمسه؟ ده كويس. يعني قافشين معاه كميه كويسه. بقى له قد ايه؟ فاضل له شهرين ويخرج. فش كويس جدا. الحمد لله. طيب. الحمد لله. بتروحي تزوريه؟ ولما سابكوا طبعا لما السجن ساب البيت هوي. انا قاعده في اوضه بس اوضه واحده والحمام مشترك. انت ولادي؟ فين اهلي؟ والدي ووالدتي متوفين. اخواتك فين؟ في البلد. بلد ايه؟ بحيره. ايوه فين البحيره؟ مركز اداء البارود. اداء البارود. شوفوهم؟ لا ساعات كل فين وفين. هم اللي جوزوكي؟ ولا انت اتجوزتي لوحدك؟ لا اتجوزت لوحدك. لوحدك ازاي؟ هو انت مشيتي من دمنهور؟ لا اتجوزتي في دمنهور؟ من اداء البارود راح اخواتكي العريس. ايوه. طب واخو اهلك كانوا معاكي؟ ايوه. وجوزوكي وجيتي هنا؟ جيتي الجماليه هنا؟ مع جوزك؟ ايوه. واخواتك ما بقوش يقولك بقى خلاص؟ لا كل واحد في حاله. كل واحد في حاله. طب لما جوزك اتسجن؟ ما حد سال. عم عادل وقفني هنا. مين عم عادل؟ عم عادل ده الراجل الاسمر الطيب ده. اخو مشروق. وخالته مشروق برضه. وهو اخو مشروق. هو الفضل كله بوقفتي هنا عم عادل وخالته مشروق. بوقفت هنا امتى بقى؟ يعني بقى لي بتاع شهر بس كده. امال الاربع سنين دول عشت ازاي؟ هما كانوا بيساعدوني. مين؟ عم عادل خدته مشروق الشارع كله. ما كنتش بتشتغلي؟ لا. وبعدين جت الفكره دي بقى. عم عادل قال لي احنا هنعمل لك مشروع وهما جابوا لي الحاجات ديت. جابوا لي كل حاجه. وبقالك شهر. ايه بقى اخبار الشغل؟ الحمد لله. طيب انت بتصحي بتيجي بقى بدري؟ بصحى الساعه 5. بتعملي الطعميه دي في البيت؟ لا بعملها عند الراجل. لازم مكان؟ عند الراجل. تقشري البطاطس في البيت؟ بقشر بطاطس. ما تبصيليش خليكي مع الطعميه اللي هتتحرق. كويس. وبعدين بقولي لي بقى ايه اللي حصل لما اشتغلتي بقى يا ساره؟ حصل ان انا ارتحت. الظروف اتحسنت؟ اتحسنت الحمد لله كتير يعني شويه. امال كنت بتعملي ايه في زياره جوزك؟ بتجيبيه زياره منين؟ والله يعني مع الناس وكان بتساعدني ف يعني كنت بحاول اشيل على قد ما اقدر ان انا اكون زياره يعني اجيب زياره كمان يعني كنت قاعده تكافحي تعملي زياره. خلي بالكوا الزياره دي للمساجين مكلفه جدا. هتجيب له سجاير لان السجاير مهمه قوي صح؟ ايه الطعميه الحلوه دي؟ الطعميه بكام يا ساره؟ على حسب. في كبيره بنص جنيه وفي صغيره بربع جنيه. دي التلاتة منها الخمسة منها بجنيه. خمسة بتعملي سندوتش انتي؟ عندك عيش تعملي؟ تقعدي للساعة كام تشتغلي؟ الساعة 4. تقدري واقفة كده للساعة 4. وبعدين تروحي تستعدي لتاني يوم. تاني يوم. تحضري الطعمية وال تحضري الحاجات والفول المدمس. لا مش مدمس. لا ده هو انا بديله حاجات وهو يعملها لي. بقى انت بتجيبي الشبت والحاجات والفول وهو يخلطها لك. بياخد كام بقى في الخلطة؟ 5 جنيه. في قد ايه؟ في 2 كيلو ولا ايه؟ في كيلو على انا بشتغل على قد لسه. وانت اللي تعملي البتنجان ده؟ البتنجان بتاعها تحفه. الريحه بتاعته مش معقوله. يعني حاجه
يعني مين اللي علمك الطبخ الحلو ده؟ انا اتعلمت لوحدي. طب دلوقتي لما يرجع جوزك بالسلامه هتعملي ايه؟ مش عارف، افضل واقفه زي ما انا. مش هسيب اكل عيشي عشان نعم. وهو قال لك ناوي على ايه بقى؟ الله اعلم، لسه مش عارفه. ما كلمتوش في السيارات؟ لا، مفيش مكالمات ما بينه وما بينه. ما تشوفوش؟ لا. شوفوش؟ لا، بنروح زياره، بنروح. طيب بس بنقعد فتره قليله بس، يشوف العيال ويسلم عليهم وخلاص. ما قلتلوش بقى مش ناوي تبطل ومش ناوي تعمل؟ قال لي لما ربنا يتوب عليا. هو مش ناوي يتوب، هو عايز ربنا هو اللي يتوب عليا. الله اعلم. على كل حال يعني معلش معلش معلش. طيب خلاص يعني كفاره وراجع بالسلامه، بس ما تسيبيش شغلك بقى. لا، ما اسيبش اكل عيش اربي عيالي منين؟ وبتغير الانبوبه كل قد ايه؟ ممكن تقعد معايا 3-4 ايام 5 ايام. ومين اللي بيغيرها لي؟ خدت مشروع. الله، دي مشروع هي اللي مسيطره على المنطقه. هي الحمد لله بيعدي الراجل بتاع الانابيب هنا؟ هي بتباع انابيب. يعني هي بتاخد منه الانبوبه وبتسترزق فيها يعني. فلما بتسترزق وهم جابوا لي كل حاجه. من غير ما يحاسبوكي عليها بعد كده. لا. يعني ما قالكيش لما تكسبي ردي ولا حاجه. لا. الناس طيبين. جدا. نفسك في ايه يا ساره؟ نفسي في اوضه اقعد فيها حلوه، نفسي ابقى ليا حمام ليا لوحدي، اربي عيالي تربيه نظيفه بدل ما هم كده في الشارع. هم طبعا بيجوا معاك الصبح رايحين كده نفسي؟ هم كده رايحين جايين في الشارع طول معايا، مش فاضيه ان انا افضلهم شويه. بس بتاخدي اجازه من الحد برضه؟ كله بيبقى اجازه من الحد. انت مره لما تروحي بقى تطبخي للعيال بقى؟ بيت هنا جنب في الحاره دي. يعني مش بعيد عن لا، في البيت ما عنديش بوتاجاز، ما عنديش اجهزه، ما عنديش حلال، ما عنديش اي حاجه. انا اكل كله من الشارع انا واولادي. ازاي تبقي ست وما عندكيش بجور؟ ما تعملي عليه شويه فاصوليا وشويه لوبيا. هو لما كان موجود باع كل حاجه، ما سابليش غير على الارض بس، والناس هنا برضو ساعدتني ان انا اجيب سرير واجيب مرتبه. امال بيتاجر في مخدرات ازاي؟ ده ما بيتاجرش، ما ده بيشرب بس. يعني شويه كده شويه كده. باع البيت كله؟ هو ما باعش البيت، هو باع كل المعدات اللي في البيت. يعني انت ما عندكيش باجور؟ لا. ولا حله؟ ولا حله ولا طبق. طب بس عندك براد تشرب شويه شاي؟ ما بشربش شاي، بشرب من عند عم سليمان. ده انت حالتك عيضه. يا نهار ابيض. حضرتك عندي الاوضه بتاعتي ممكن حضرتك تشوفها. طب ما تجيبي ساره باجور وتعملي تطبخي، ما جبتيش ليه كده؟ ما لسه بادئه، ف يعني لسه شويه عليا. عايزه اجيب هدوم للشتا للعيال، عايزه اعمل حاجه، اجيب لهم بطانيه بتاع، فلسه بقى يعني بداتي من شغلانه تشيل قرش عشان بقى تلسة. عشان اجيب للعيال حاجه تطوري حياتك شويه. طب انت محتاجه ايه هنا كمان يساعدك؟ مش عارفه. لا يعني محتاجه حاجه اكبر من كده؟ ولا الشارع هيضايق؟ هو الشارع يضايق، هو ده بيت عم عادل، هو وقفني هنا عشان تحت بيته. ده بيتك انت ده؟ يا سلام، ناس طيبة كتير جدا والناس وحشة كتير جدا جدا. شكرا يا سلام، ربنا يخليك.